تجدهم يكرسون جهودهم على هذه البدعة وفي غيرها فاترين غير نشيطين، يمكن أن يفرطوا في أمر مفروض عليهم فرضا ولكنهم يبذلون جهدا كبيرا في أمر بدعي. لو أن إنسانا تقرب إلى ملك من ملوك الدنيا بما لم يجعله سببا للوصول إليه لعد ذلك استهزاء بهذا الملك. كيف تترك الأبواب التي توصل إليه وتأتي إلي لتلج من دريشة أو من شباك لم آذن بالدخول إلي من قبله؟ الرب جل وعلا ملك الملوك وأعظم العظماء، يقول منكرا على من تعبدوا لله بما لم يشرع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.